رفضت كل التقاليد يلي بتحرم المرأة من حقها بالقرار السياسي. أنا قدرت أكسب ثقة الرجل والمرأة، وأنا بعرف إنه ما ممكن يكون بكرة أفضل إذا ما تحركت اليوم. إذا أنا قدرت أكيد أنت بتقدري. لكل مرة لبنانية خذي القرار، ترشحي، انتخبي. المرة اللبنانية رح تلعب دورها، خذي القرار. النساء رح يغيروا المصير.